هل ممكن حد ممكن يبقى مليونير مثلا من تربية الأرانب؟ يفضل العنبر الواحد من 200 ل 300 أم، بيوصل لحوالي 5 كيلو. من 4 ل 5 كيلو. فبدأنا ان احنا نوصل بالصيدلية المشطور انها تدي من 8 ل 10 من النتاج في البطن الواحد. تم انتشار في منطقة وجه إبلي ومنطقة وجه بحري وعندنا هنا في القليوبية، ومنتشر في جميع أنحاء الجمهورية حاليا يعني. ناس كتير بتفكر تعمل مشروع وبتقرر ان هي تبتدي بمشروع أرانب، لكن بتبقى محتارة ايه أفضل سلالة موجودة ممكن ابتدي بيها. خليني أقول لكم ان هنا في كلية الزراعة ومشتهر الأساتذة نجحوا في استنباط نوع جديد من الأرانب سموه أرانب مشتهر. بالمناسبة مشتهر دي قرية بسيطة جدا موجودة في محافظة القليوبية. زي ما احنا شايفين كده قدامنا النوع ده من الأرانب، بسم الله ما شاء الله، وزنه كويس، كمان إنتاجه من اللحوم كويس، وإنتاجه من الخلفة سنويا كويس. حكاية أرانب مشتهر هنعرفها النهاردة في حلقة جديدة من صندوق محسوب. أهلا بكم. دكتور عبد الفتاح، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ انت باحث من الباحثين في كلية الزراعة في مشتهر تبع جامعة بنها، والكلية هنا نجحت في استنباط سلالة جديدة من الأرانب اسمها سميتها أرانب مشتهر على اسم الكلية. كلمنا عنها أكتر وتاريخ البحث بتاعها. تمام. استنباط سلالة مشتهر كان المستنبطها العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود مغربي أرائي وفريق العمل معاه، وأنا كنت من ضمن فريق العمل. تمام. تم استنباط هذه السلالة، كان بداية استنباطها كانت في 2003 لحد 2006. تمام. تم الخلط ما بين أرانب الجبلي السيناوي، وديت أرانب كانت موجودة في مصر، موجودة في سيناء. تمام. جبناها، كان لونها اللون اللي هو اللون العسلي ده. تمام. وسلالة كمان اللي هي سلالة الفيلاين الأسباني، تمام، اللي هي كان لونها الأبيض. تمام. تم الخلط ما بين هذه السلالتين لمدة 3 أجيال لاستنباط سلالة اسمها سلالة مشتهر في كلية الزراعة جامعة بنها. التجارب السنة استمرت كم سنة؟ التجارب دي حضرتك استمرت، احنا بدأنا الجيل الأول كان في 2003، تم الخلط ما بين المشتهر ومن الفيلاين والجبلي. تمام. واستمرت لمدة 3 سنوات، أي 3 أجيال، 3 أجيال متتالية. بعد كده تم الانتخاب من هذه السلالة لأجيال فيما بعد، وشغل مجموعة من الأبحاث على هذه السلالات، وما زلنا مستمرين إن احنا نعمل تحسين أكتر في هذه السلالة. السلالة دي اتسمت باسم أرانب مشتهر، الفكرة جت منين؟ الفكرة جت إن احنا من المعروف إن السلالة أو الحيوانات مكان ما بتنشأ أو مكان ما بنلاقي السلالات بتاعتنا بنبدأ نسميها بالمكان اللي اتنشأت فيه أو المكان اللي اتوجدت فيه. لأن احنا عندنا في برامج التحسين الوراثي في حاجة عندنا اسمها الصفات المظهرية. الصفات المظهرية دي بترجع لعامل الوراثة مع عامل البيئة والتداخل ما بين عامل الوراثة وعامل البيئة. فاحنا عندنا التسمية بهذا المكان لأن طبعا البيئة اللي اتوجدت فيها وتأقلمت معاها أولي كانت مشتهر أو قرية مشتهر اللي فيها كلية الزراعة جامعة بنها. ببساطة كده يا دكتور، انت قلت لي الأرانب دي جبلي وأسباني، والسلالة دي تم استنباطها في 3 سنوات تجارب. هل السلالة دي في موجود منها اوريدي، ولا انتوا دي اول انتاج يكون منها عندكم؟ لا يا فندم، هي السلالة بتاعت مشتهر اول انتاج او اول برنامج خلط ونشأة السلالة كانت في قرية مشتهر كلية الزراعة جامعة بنها. ده كان اول نشأتها، كان عندنا هنا، وما زالت موجودة ومنتشرة في جميع انحاء الجمهورية حاليا في الوقت الحالي لجميع المربين الصغار وبعض المزارع. يعني انتوا عملتوها هنا، استنبطتوها هنا، وبعد كده بداتوا توزعوها في ازاي بداتوا توزعوها بقى في اللفة؟ بدانا ننشرها يا فندم بان طبعا المكتب الاعلامي بتاع الكليه بدا ان هو يعمل اعلان على السلاله اللي موجوده في الكليه، وبدا المربيين طبعا بدانا ننشر او نقول ايه الصفات بتاعتها المميزه لها. تمام. ومدى تأقلمها مع الظروف البيئية بتاعتنا، ومدى تأقلمها مع ظروف الرعاية وظروف التغذية المتواجدة في مصر،
وبدأ ان هي تنتشر على مستوى الجمهورية. وبدأنا نعمل مشروع تعاوني ما بين احد البنوك تمام والجامعة لنشر هذه السلالة في جميع المحافظات، وكانت بدعم مادي، يعني كانت بدعم مادي من هذا البنك، وتوصل للمربي بقيمة مادية بسيطة. كنا بنوزع على المربي حوالي مثلا 6 إناث ودقارين وبطارية زي البطارية اللي موجودة قدام حضرتك دي تمام، وشكارة علف وميزان اللي هو يشتغل. كبداية مشروع صغير. وكان كنا يعني التكلفة كانت تكلفة رمزية جدا، لأن طبعا البنك كان بيدعم هذا المشروع مع الجامعة. طيب بداية التجارب دي والاستنباط ده كان هدفه إيه؟ كان الهدف من استنباط هذه السلالة إن إحنا طبعا عندنا الفيلاين ديت سلالة من السلالات اللي الأمومة بتاعتها عالية، دي أول حاجة، إنتاجها من اللبن عالي، عدد الخلفة بتاعتها عالي تمام. وعندنا سلالة الجبلي اللي هي موجودة في مصر، كان إنتاج الخلفة بتاعتها قليل، لكن تحملها للظروف البيئية وظروف المناخ وظروف التغذية كان جيد، والخصوبة بتاع الذكور بتاعتها عالية. فبدأنا إن إحنا ناخد الإناث بتاعة الفيلاين أو الأسباني، وبدأنا إن إحنا نخلطها مع الذكور بتاعة الجبلي عشان ننتج سلالة وسطية في الإنتاج أو في الصفات الإنتاجية ما بين الاثنين، اللي هو ان احنا مثلا حسنا كانت الفيلاين بتدينا من 12 ل 15 في البطن الواحده من الخلفه، وكان عندنا الجبلي بيدي حوالي 6 او 4 في الخلفه الواحده. فبدانا ان احنا نوصل بالسلالات المشتور انها تدي من 8 ل 10 ل 10 من النتاج في البطن الواحده، يعني بمتوسط حوالي الانثى تدي متوسط من 80 ل 100 فرد في السنه. 100 خلفه صغيره. 100 خلفه انا شايف صغيرة. قدامي تقريبا هو في فعلا حوالي 8 موجودين هنا، ودي حضراتكم دي 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 السلاله دي نفسها. السلاله يا فندم. ده عمر قد ايه بقى؟ ده يا فندم حضرتك عمر 20 يوم، يعني كمان 8 ايام هنبدا ان احنا نفطمه، او 6 ايام ونبدا ان احنا نشيله من تحت امه ونبدا ننقله في البوكسات اللي هي ورا حضرتك ديت، اللي هي بوكسات الايه الفطام. طبعا ده اول حضرتك ما بنبدا ان احنا نفطمه، بنبدا ان الدكاتره البيطري بيبداوا يتعاملوا معاه ان هم يديله الجرعه بتاعته من حاجه مع للامعاء بتاعته مع حاجه للجرب الكلام ده، لان طبعا احنا عارفين ان الجرب ده من الامراض المنتشره بشكل رهيب في الارانب. فبنبدا ان احنا نعمل رعايه صحيه مع الرعايه اللي هي التغذيه ورعايه النظافه والكلام ده كله في المزرعه عندنا، بحيث نقدر نسيطر على هذا الاقاروس او هذا المرض. دي نصايح بقى مهمه جدا للمربين هنروح ليها، بس انا عايز اسال حضرتك بخصوص انا شايف بسم الله ما شاء الله العينه وزنها بيوصل ل يعني وزن كويس، وزن كبير جدا حضرتك يا فندم. ممكن يوصل لكام؟ بنوصل عند التسمين عند الخلفه اللي بتطلع عندنا ونبدا ان احنا نسمنها في عمر 3 شهور لحوالي 3 شهور ل 3 شهور ونص من وزن 1.7 كيلو ل 2 كيلو، وده العمر المناسب للتسويق. ده وزنه كام ده؟ ده حضرتك اب، يعني ده ذكر بيوصل، ده عمره تقريبا حوالي سنتين، ده عمره حوالي سنتين بيوصل لحوالي 5 كيلو، من 4 ل 5 كيلو كوزن يعني تمام. ده طبعا احنا بنقول اللي هو يعني وصل عدى البلوغ الجنسي وعدى النضج الجنسي والمراحل الاوليه من حياته، وبدا ان هو يلقح الاناث عندنا في المزرعه، وبيوصل لهذا الوزن في الاعمار من سنه لسنتين. لكن انا برضو ما يهمنيش العمر ده، انا يهمني عمر التسويق بالنسبه للمربي، اللي هو اللي المربي يعني يقدر ان هو يبيع ويكون عليه عائد ربح كويس. اللي هياخد سلاله مشتهر ويربيها هياخد 10 اناث مثلا ويبتدي تمام. مشروع ممكن يكسب كام في السنه؟ بص يا فندم انا اقول لحضرتك حاجه، احنا بناخد نظام التربيه بيبدا ان احنا هو بياخد البوكس ده بياخد مثلا 8 اناث او 10 اناث زي ما حضرتك قلت، بناخد لهم من ذكرين لثلاث ذكور تمام. بيبدا ان هو احنا بنقول متوسط الخلفه للام الواحده في السنه من 80 ل 100 حيوان او ل 100 فرد ل 100 ورده او فرد صغير. ده عدد كويس جدا. ده بالنسبه لسلاله مشتهر. تمام. فدلوقتي هو نسبه الربح بتتوقف على حاجات كتير. اول حاجه، هل هو هيسوق سلاله ولا هو هيسوق لحم؟ ان كان هيسوق سلاله طبعا دلوقتي عمر الشهر بيوصل لحوالي 60 جنيه يعني من 40 ل 60 جنيه. احنا عندنا هنا طبعا كخدمه مجتمعيه عمر الشهر عندنا 40 جنيه ثابت تمام.
وعندنا كيلو اللحم يا فندم بيبقى 40 جنيه. فهو لو انتج من العشر امهات ما يقرب مثلا من 200 او 300 كيلو لحم في السنه، ده كويس جدا تمام، هيدر عليه نسبه ربح عاليه. يعني سلاله مشتهر بتكسب اللي بيربيها؟ طبعا طبعا متكسب عن تجارب، عن تجارب وعن مشاريع مستمره كانت صغار مربيين من الناس اللي هي اديناهم المشاريع بتاعتنا اللي انا كنت قلت لحضرتك اللي هو بروتوكول التعاون. النهارده عندهم مزارع، يعني النهارده احنا نعرف بعض الاشخاص عندهم مزارع، بعض المربيين كان بادئ مربي صغير بثلاث امهات وذكر، النهارده وصل ان هو عنده مثلا قوه عنبر 100 ام 150 ام والانتاج عنده مستمر وشغال. طب الافضل ان هو يربي سلالات، هل بتفرق يعني السلاله لون الابيض عن الرمادي يعني؟ لا يا فندم، الصفه الشكليه ما تختلفش كتير عن الصفه الانتاجيه. انا اللي يهمني الصفه الانتاجيه، ودي انا شايف الثلاثه دول ابيض ورصاصي واللون ده لو داخل على بني ده، هم الثلاثه مشتهر. ما هم الثلاثه مشتهر لان طبعا الفلاين لونه ابيض تمام، والجبلي كان لونه العسل اللي هو اللون الابيض ده، ده كان سلاله الفلاين تمام، ده جه منها اللون الابيض ده تمام، واللون العسلي اللي هو جيل منه اللي هو ابن الجبلي تمام، واللون اللي هو الوسط او الخليط ما بينهم اللي هو الشنشله ده او اللون الرمادي ما بين الاثنين. فانتج عندنا الثلاث صفات اللي هو او الثلاث اشكال دول او الثلاث الوان دول، لكن ما يختلفوش عن بعض في الانتاج. ايه التجارب بقى اللي انتوا شغالين عليها دلوقتي بالنسبه لسلاله مشتهر؟ دلوقتي في تجارب تغذيه، في تجارب فسيولوجي، في تجارب تربيه، لان احنا دلوقتي شغالين تحسين السلاله تاني، بتشتغل على تحسين السلاله تاني اكتر، بس بنستخدم بقى حضرتك يا فندم التقنيات الحديثه. فبنيجي عند الاعمار الصغيره في الارانب ونبدا زي ما حضرتك شايف الارنب ده عند عمر مثلا شهر او شهر ونص، نبدا ناخد الارنب عندنا ده مشتهر برضه، ده سلاله مشتهر يا فندم. بنبدا ناخد الارنب، ناخد منه عين الدم ونبدا نعزل عين الدي ان ايه ونشوف الجين بتاعنا اللي احنا بننتخب ليه او اللي احنا هنحسن ليه، كان مثلا جين النمو، ونشوف الجينوتايب الافضل ونبدا اننا ننتخب على هذا الاساس. وده طبعا منتشر في جميع انحاء العالم دلوقتي نظرا للتكاليف الباهظه لمشاريع الانتاج الحيواني او التكاليف العاليه لمشاريع التحسين وبرامج التحسين في الانتاج الحيواني والكلام ده كله، والوقت عامل الوقت مهم جدا تمام. وبنبدا نعمل انتخاب في الاعمار المبكره لهذه الحيوانات، او اللي بنستغنى عنه بنبدا ان احنا نذبحه ونخرجه بره القطيع بتاعنا. المربي بقى واسئله، اكيد طبعا اسئله المربين في موضوع الارانب ده بتبقى كتير جدا. طبعا. ايه افضل وقت اربي في الارانب؟ افضل وقت حضرتك بنبدا من نص 8 تمام، بنجهز البوكسات بتاعتنا ونبدا نجهز الامهات بتاعتنا لعمليه التلقيح، ونيجي في اول 9 شهر 9 حضرتك تمام، بنبدا ان احنا نلقح الاناث اللي عندنا في القطعان بتاعتنا، ونفضل شغالين حضرتك لحد شهر 6. يبدا من شهر 6 نوقف التلقيح في القطيع، يبقى عندنا بيبقى 7 و8 اللي هم شهور الصيف، عشان ما نعملش اجهاد حراري على الحيوان او ما نعملش ستريس على الامهات اللي عندنا. نبدا بنقول ان احنا بنريح الامهات بتاعتنا، والفتره دي بتبقى درجه الحراره عاليه قوي في العنابر، وبتبقى درجه الحراره عاليه عندنا في الجو، فبنبدا ان احنا نوقف فيها الانتاج. فيعني بنشتغل حوالي من 9 ل 10 شهور في السنه، ده افضل وقت. الاكل الناشف افضل زي اللي ما احنا شايفين هو كده، بيفضل ولا الخضار؟ ان احنا بندي اعلاف مركزه تمام للامهات مع الخضار اللي هو في موسم البرسيم، زي موسم العلف اللي احنا فيه العلف الاخضر، بنبدا بنجفف البرسيم شويه ونبدا نفرده على البوكسات بتاعتنا للامهات، وممكن نديها برضو البطاطا، دي حاجه كويسه عشان تزود انتاج اللبن عندها. النوع مشتهر، سالت حضرتك على الانواع، افضل انواع للتربيه، نوع مشتهر ده يعني ينفع يتربى في كل المحافظات ولا محافظات بعيده؟ بيتربى في كل المحافظات، وبالفعل تم انتشاره في منطقه وجه قبلي ومنطقه وجه بحري وعندنا هنا في القليوبيه، ومنتشر في جميع انحاء الجمهوريه حاليا يعني. بسبب صفاته؟ بسبب الصفات الوراثيه بتاعته، والصفات اللي هي تحمله الظروف البيئيه وصفات البيئه بتاعته. ممكن مربين يسالوا احيانا، ببص تلاقي جه فتره المزرعه كلها حصل فيها حاجه
ولا قدر الله الانتاج توقف او الحيوانات اللي عنده بدات تموت، طول ما في رعايه صحيه كويسه وفي رعايه تغذيه وفي نظافه في القطيع بتاعي وفي رعايه كويسه في القطيع بتاعي مش هيحصل معاك ضرب. اهم حاجه التحصينات بتاعتي. هرجع تاني لفكره سلاله مشتهر، هل انتوا سجلتوا السلاله دي باسم سلاله مشتهر؟ يعني مش ممكن حد ياخد السلاله دي ويقول دي بتاعتنا احنا مثلا تبع؟ لا، دي حضرتك سلاله متسجله وليها الابحاث بتاعتها وليها رقم التسجيل بتاعها وكل حاجه موجوده. في متسجله في ايه بالظبط؟ ده يا فندم في هيئات بتبقى موجوده عندنا في مصر هنا مخصصه ان احنا بنسجل فيها السلاله بتاعتنا، وهي مسجله فعليا فعليا سلاله مشتهر. يعني حضرتك بتقول ان هي فرصه كويسه جدا للربح والمكسب وخلاف، يعني هل ممكن حد ممكن يبقى مليونير مثلا من تربيه الارانب يبتدي بارنبين مثلا او بثمانيه او ب10 زي ما حضرتك قلت؟ انا اقول لحضرتك حاجه، مشروع الارانب من المشاريع الناجحه جدا في مصر، وبترجع لعامل التسويق. ده اهم حاجه عندنا، عامل التسويق، هل هو يشتغل زي ما انا قلت لحضرتك سلاله ولا يشتغل لحم وكذوق مستهلك. طبعا معروف ان اللحوم بتاعه الارانب نسبه الدهون فيها منخفضه جدا، تمام، وطبعا بيستخدموها او المرضى اللي هي مرضى الكليه ومرضى السكر والكلام ده كله بتبقى لهم كلحوم افضل من اللحوم الحمراء. فكره انه يوصل يبقى مليونير ده بترجع طبعا العمل الشخصي اللي هو بيهتم بالمشروع بتاعه. انتوا كتجربه سوقها ماشي اكتر كلحوم؟ طبعا ماشيه جدا كلحوم على مستوى نطاق الاليوبيه هنا كفي تسويق اللحوم، وفي مزارع كبيره حوالينا هنا، وزي ما انا ذكرت لحضرتك ان من عندكم كان في صغار مربيين، مربيين صغيرين جم خدوا مننا ثلاث امهات وذكر وبدا يشتغل النهارده ستيل بالفعل يعني بنروح له بالله عنده قطعان كبيره، لان طبعا المشروع اللي هو كان البروتوكول بتاعه 1000 و2000 او يعني الطاقه الانتاجيه للعنبر يفضل العنبر الواحد حوالي يعني من 200 ل 300 ام. وفي ناس وصلت لل 200 و300 ام؟ كتير. ممكن يوصل لل 200 ام في امتى؟ في وقت قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ في حوالي مثلا سنتين.